خلاف في مواقع التواصل الاجتماعي تطور إلى نشوب نزاع عشائري في قضاء الإصلاح في ذي قار، والذي لم يتوقف منذ عام وإلى يومنا هذا. النزاع تسبب بمقتل 2 من كبار الضباط في وزارة الداخلية وأعداد من المواطنين، آخرها استشهاد مدير استخبارات ذي قار. تعرض مدير استخبارات ذي قار العميد أبو ماهر عزيز الشامي إلى إطلاق نار في منطقة الإصلاح نتيجة شجار عشائري، مما أدى إلى استشهاد هذا البطل الذي قارع النظام البائد بكل قوة وشجاعة. يعتبر الشهيد حقيقة رمز من رموز القوات الأمنية في محافظة ذي قار. لم نتمكن من الوصول إلى مكان الحادث، لكننا تقصينا عن ما حدث ليلة البارحة في قضاء الإصلاح الذي شهد معارك ضارية بين العشائر المتنازعة. لكن الأمور هناك تبدو غامضة، حيث يعمد أبناء العشائر على إخفاء قتلاهم وجرحهم في المنازل، فيما تشير دائرة الصحة إنها لم تستقبل في دوائرها أي حالة من النزاع. أشرف عشائري إن نستنكر هذه الحالة ونشد على أيدي إخواننا في القانون في أجهزة محافظة ذي قار. يجب احترام سيادة القانون، يجب أن يكون القانون هو الممثل الحقيقي للمجتمع ذي قاري بعد العرف العشائري، وعلى العرف العشائري والأخوة شيوخ العشائر الرجوع إلى منطق التفكير والعقل وضبط النفس. النزاع المستمر تسبب بتهجير أكثر من 170 عائلة من مناطق سكنهم، مع إحراق العشرات من المنازل والممتلكات العامة التي تعود لطرفي النزاع، حيث يشهد القضاء في هذا الوقت حظرا للتجوال للسيطرة على الأوضاع فيه. ما حدث ليلة البارحة شيء مؤسف جدا ومؤلم جدا، وقد أثر بشكل واضح على مسار العملية، وفقدنا أحد رموز قادتنا ونتألم عليه كثيرا، نعزي ونعز ذويه ونسأل الله ورسوله نتغمده بواسع رحمته. طبعا وصلنا إلى مراحل مهمة ونهائية وصدرنا قرارات ملزمة. ومع فجر اليوم وصلت قوات أمنية من خارج المحافظة للمشاركة بالعملية الأمنية التي شرعت بها قيادة الشرطة لتعقب الجنات، معتقلة العشرات من المتهمين مع مصادرة أنواع الأسلحة التي وجدت في مناطق النزاع العشائري. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.